157 سنة هو عمر مدينة جلفا، وقبل أن تكون مدينة كانت عبارة عن تكنة عسكرية، وبدأت فيها معالم التمدن تظهر فيها من خلال منشئات قديمة، حتى أصبحت مع مرور الوقت رابع أكبر ولاية. جلفا تأسست في 1861 بقرار امبريالي تاع نابليون III سجلها. أنا ذاك كانت البلاد ما كانش، كان بعض السكان برك، والسكان تاع المنطقة كانوا قاع رحل، دونك المدينة ما كانتش موجودة. جلفا اللي راها الآن الرابعة في المستوى الوطني من حيث السكان، هي كانت بكاوش هيني السكان تاعها يجوا كما ذوك احنا نقولوا حي. تضاربت الأقاويل بخصوص أصل تسمية جلفا، فهناك من يرجح فرضية التسمية إلى تقشر الأرض، لكن هناك من يعتقد أن هناك أصول أخرى لهذه التسمية. العروش اللي هنا يما يقولوا رانا رايحين الجلفة، الجلفة هي المكان اللي تجلف فيه القشرة الفوقية للأرض. العرب عندنا يقولوا على العودة تجلف، على النعجة تجلف، يعني حملت درت الحياة، وبالتالي أصحاب الجلفة مهما كانت العاشرة تاعهم هما ألطاف في الهضرة تاعهم، هما سمحين في الهضرة تاعهم. احتفلت مؤخرا بلدية الجلفة بذكرى تأسيس هذه المدينة، حيث عرضت صور قديمة وأخرى حديثة لهذه المدينة. أول مرة تقام هذه التظاهرة، نجمع فيها أبناء الجلفة، نحتفل بها، نحيي ذكرى 157. حتى وإن اختلفت أسباب تسمية الجلفة، تبقى هذه المدينة المسامحة تحافظ على أصالتها وعراقتها وبساطة سكانها الطيبين.